فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأما الخوض كالذي خاضوا، فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، لما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على النقطة الأولى من التشبه بالذين من قبل، أو التشبه بهم في الخلاق والشهوات وطلب الدنيا والتكاثر فيها، وهذا لا شك أنه خطير جدا، انتقل إلى ما هو شر منه، وهو التشبه بهم في الخوض في عقائدهم، الخوض في العقائد. خضتم كالذي خاضوا في عقائدهم. فإن بني إسرائيل أو من الأمم قبلنا عموما إنما هلكوا لما تفرقوا في عقائدهم. الله جل وعلا جعل العقيدة عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا طريق النجاة، طريق الحق، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو طريق الحق وطريق النجاة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعقيدة مجالها التلقي، ومجالها التلقي والتوقيف، فلا يحدث فيها شيء ولا يضاف إليها شيء إلا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهي عقيدة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والله أمر بني إسرائيل بذلك، لكنهم تفرقوا واختلفوا في عقائدهم، وقد نهانا الله جل وعلا عن ذلك، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فمن التشبه بهم أن نتفرق في عقيدتنا كما تفرقوا، ولكن قدر الله نافذ والابتلاء واقع. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الأمم الثلاث تفرقت، اليهود والنصارى والمسلمون، وما كان لهم أن يتفرقوا لو أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما كان لهم أن يتفرقوا في عقائدهم، ولكن الله يجري الابتلاء والامتحان، فحصل التفرق، وتشبهت هذه الأمة بمن قبلها في التفرق والاختلاف، ولكن بقيت منها ولله الحمد بقية ثبتت على الحق ولم تنحرف عنه، وهم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي سميت ناجية لأنه قال صلى الله عليه وسلم: كل هذه الفرق في النار إلا واحدة، يعني هذه نجت من النار بسبب ثباتها على الحق وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا هو طريق الصحيح، أن لا نتفرق، وأن نتلقى عقيدتنا من الكتاب والسنة، ولا نتلقاها من عادات الناس أو تقاليد الناس أو استحسان فلان أو عمل فلان، فإن هذا يشتت الناس ويضيعهم، وكل يتبع شيخه ورئيسه ويحصل بذلك التفرق. نحن ليس لنا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو إمامنا وهو القدوة. وأما العلماء فمن اقتدى به نتبعه، ومن خالفه فإننا نرفضه ولا ننظر إليه. هذا هو الطريق الصحيح، طريق النجاة.
ولكن لما حصل في الأمم السابقة اختلاف وكان في هذه الأمة من يتشبه بهم اختلفت هذه الأمة كما هو الواقع الآن. الفرق تاريخ الفرق إذا قرأت في تاريخ الفرق تعجبت مثل الملل والنحل للشهرستاني والفرق بين الفرق للبغدادي والفصل في الملل والنحل لابن حزم والمقالات لأبي الحسن الأشعري تتعجب من هذا الاختلاف وهذا التفرق. وما كان ذلك ليقع لو أنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله.